سعيد وفرحان أننا نتواجد في هذا المجمع مع سبق الله مع تلة من الأصدقاء والإداريين والتقنيين وأيضا الناس اللي معنيين بالمجال ديال هذا ديال الأمور اللي هي تربوية ثقافية اجتماعية، وأنه يكون عندنا مركب في هذا المستوى في حسين الوفافة. الله يعطيهم الصحة كل الناس اللي داروا مجهود أنه باش يكون هذا البروجي الكبير الفني الثقافي وما أحوجنا للثقافة والفن. والله يكمل بالخير، الله يكمل بالخير. نقولوا هنيئا للساكنة ديال هنيئا للساكنة الحي حسين الوفا بهذا المعلمة الجميلة الفنية، وفريمون يعني غتلعب واحد الدور كبير في انتعاش الثقافة والفن في هذه المنطقة هذه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.